يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج الكنز. هذا البرنامج راح نتحدى فيه المتسابقين في ألعاب تتطلب قوة، ذكاء وسرعة. ثيم اليوم هو النشيط اللي يعتمد على العمل الجماعي والتوازن في تحديات جديدة ومبتكرة. المتسابقين اليوم راح يعيشون تجربة فريدة من نوعها وما قد خطرت على بالهم لما نزور مركز زوار مسار اللولو اللي يعتبر من أهم المعالم التاريخية اللي تعكس صناعة اللولو في مملكة البحرين. أما المكان الثاني فإحنا متواجدين فيها الحين القرية التراثية التابعة لوزارة الإعلام، تقدم بيئة تفاعلية وتستضيف الفعاليات التراثية والثقافية على مدار العام. أما الحين خلونا نتعرف على متسابقين حلقة اليوم. الفريق الأحمر: إبراهيم محمد، سيد علي سيد جلال، يوسف عبد المحسن. الفريق الأصفر: باقر علي، شهد القلاف، شهد عبد الله. الفريق الأزرق: حمزة مصطفى، قاسم عبد الله، علي إبراهيم. أما الحين خلونا ننتقل للتحدي الأول ولعبة مسار اللولو. نرحب فيكم في التحدي الأول. هذا التحدي له علاقة مباشرة بالمكان اللي احنا فيه. مستعدين نشوف هذا التحدي؟ مستعدين؟ مستعدين. خلينا نشوف مع بعض تحدي مسار اللولو. مسار اللولو يختار كل فريق متسابق واحد لجمع اللولو، والمتسابقين الثانيين يوقفون واحد على اليمين وواحد على اليسار. المتسابق اللي في المسار بنصك عينه، وبيكون عليه انه يجمع اكبر عدد من اللولو في اسرع وقت ممكن بالاعتماد على ارشادات ربعه علشان يدل مكانهم ويتجنب الالغام اللي كل ما داس على واحد منهم بيتم اسكات الفريق لعشر ثواني. تنتهي اللعبه مع عبور اول شخص لخط النهايه او مع انتهاء الوقت اللي هو عباره عن دقيقتين، وتحسب النقاط على قسمين. عدد اللولو عند كل شخص 16 نقطه، السرعه 4 نقاط. أعتقد أن التحدي واضح. في سؤال؟ لا. ما عندكم سؤال؟ لا. اللي بيدش المسار يجمع اللولو بتكون عينه مغمضة، والفريق هو اللي بيرشده في الشارع أو في الطريق. تمام؟ في أحد يبي ينسحب من الحين؟ لا. أكيد ما بخليكم أصلاً تنسحبون. يلا جاهزين نبدأ؟ جاهزين. يلا بكل حماس. إحنا نحاول قد اللي نقدر نعطي 100% من اللي عدنا، وإن شاء الله الله يوفقنا ونفوز بالتحدي. ما يهمنا الصراحة من بيكون منافسنا والله لا، إحنا علينا من روحنا جايين نفوز ونطلع فايزين بإذن الله. عندكم دقيقتين حق تجمعون أكبر عدد من اللولو. إذا ما تبون تخسرون نقاط، إذا صفرت وقلت أحمر يسكت لازم تسكت 10 ثواني. إذا عد تكلمتوا عندي 3 حكام واقفين هناك يشوفون الألغام ويشوفون حتى اللي تكلم واللي ما تكلم ويخصمون من النقاط. فاهمين؟ جاهزين؟ جاهزين. نبدأ. كمل. شفنا وانا قعدت احفظ الاماكن، بس مره واحده غيروا اماكننا وما عرفنا المسار الصحيح. كمل يسار. الفريق الازرق واضح انه هو قاعد يشوف، عباله بتمشي علينا. سيدة.
اكيد في واحده مني دخلت الملعب. خلاص عفسنا. خلصتوا خلصوا اللولو. يلا نوقف نشوف العدد. طبعا المتسابق الاول اللي كان داخل المربع كان انه يقولون عنه انه يشوف، بس هو قال لهم انه انا حتى حلف لهم انه هو ما يشوف، بس انه عادوا الجوله. اشوف المتسابق الازرق جاي من نهايه الجهه اليمنى الى اقصى اليسار، بس يعني لجنه الحكام شافت انه يمكن شوي يكون في غش او كذي، فقرروا انه يعيدون المحاوله. سوينا وفازوا الفريق الازرق، بس كان في غش. يعني احنا نصدق كلامه يوم قال انه ما غش، بس انه يجي من اليمين الى اليسار دخل علينا في الخط، يعني كان ما تتصدق. مع الصفاره نبدا. أحمر خليك مكانك، أحمر ارجع مكانك، أحمر نقاطك ترى بتروح. الفريق الأحمر كلش ما التزموا بالقوانين. عياس وأنا أقول له اسكت اسكت ما في فايدة. أزرق اسكت، أحمر اسكت. أصفر تكلم. معي بنتين وصوتهم وايد خفيف، ما يقدرون يرفعون صوتهم وايد، ما اسمعهم، توتر توتر. أزرق اسكت. يلا تكلموا كلكم. أصفر اسكت. أزرق اسكت. خلص الوقت. التحدي كان صعب بالنسبة حق اللي مغمضين عينهم، يعني أنا أقول الله يعينهم يسمعوني ولا يسمعون اللي في الفريق ولا يفكرون وين اللولوة، بس الحمد لله كلكم يمعتوا لولو. التحكيم صار على أساس كم عدد اللولو اللي جمعتوا، السرعة، وأيضاً الالتزام بالنقاط اللي أنا قلتها. إذا أنا أقول الفريق يسكت المفروض يسكتون البقية، فبعض الفرق ما التزمت ونقصنا من درجاتها، خصوصاً الفريق الأحمر. قلت لك اسكت، لا تغير مكانك، ارجع مكانك. بس ما أدري هل كنت تسمعني ما تسمعني؟ ما أعرف، ما كنت أسمع. نسمع الحين النتائج. في المركز الثالث الفريق الأزرق، في المركز الثاني الفريق الأصفر، واللي حصل على المفتاح الفريق الأحمر. على أننا نقصكم نقاط وكل شيء تميتوا. الحمد لله. مبروك المفتاح الأول. شكراً. شكراً. نشوفكم في التحدي الثاني. شكراً. في المركز الأول حل الفريق الأحمر بمجموع 20 نقطة، تم خصم 6 نقاط منها لعدم التزام الفريق بقوانين اللعبة. في المركز الثاني الفريق الأصفر ب10 نقاط. في المركز الثالث الفريق الأزرق بولا نقطة. أول جولة إنه يعني قالوا لنا إن إحنا قاسين، بس إنه يعني بعد هم اللي يشوفونه، ما برا طبعا نشوفه من الشاشات، فما أدري يعني بالضبط. بس في بعض الناس غشوا يعني. إحنا غشينا؟ لا 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 ما غشينا، لا بالعكس بالعكس. في النهاية بعد نفس الشيء تعادلنا مع الفريق الحمر، بس في النهاية حسب النقاط والتعليمات بعدنا نقصونا نقاط يمكن بسبب الجولة الأولى. يعني غلبنا ما عطيناه مجال يغش، ما يغش غلبنا 5-3 بس انتهى الجيم فزنا. بس حاولنا يعني احنا نكون نفس التعليمات يعني اللي علمونا فيها، بس ما صار يعني. قالت لي المذيعة أنه اسكت، بس أنا للأسف من الصوت ما سمعتها،
فانخصم منه نقاط بسبب هذه السالفة. في التحدي الأول حصل الفريق الأحمر على أول مفتاح للكنز، بس اللي حصل هذا المفتاح مو شرط أنه هو اللي بيفتح الصندوق، صح؟ صح. يعني أنتم مستعدين حق نشوف التحدي الثاني؟ مستعدين. يلا نشوف مع بعض طريقة التحدي ونرجع. بدون يد يلعب الفريق مع بعض ويحاول إيصال أكبر عدد من قطع الكيرم والمية فلس من نقطة ألف إلى النقطة باء عن طريق حملهم باستخدام الوجه فقط. تلعب اللعبة خلال دقيقة ونص فقط، ويمنع حمل القطع اللي تطيح على الأرض أو لمس القطع باليد أثناء نقلهم. للحصول على العشرين نقطة الكاملة لهالتحدي لازم الفريق يجمع أكبر عدد من قطع الكيرم، وبيكون عليهم 12 نقطة، وجمع أكبر عدد من المية فلس وعليهم 8 نقاط. أعتقد التحدي واضح. عندكم استفسار؟ لا. لا. أهم شيء عندنا إن حطب الكيرم هو اللي عليه نقاط أكثر من الربابي. ليش؟ لأنه ما بيكون ثباته مثل الربية الثقيلة. أوكي؟ مستعدين؟ مستعدين. نبتدي؟ نبتدي. يلا. عندكم دقيقة ونص علشان تنقلون الربابي والحطب للبوكس، تمام؟ جاهزين؟ جاهزين. مع التايمر بنبتدي. تذكروا ان الربابي اقل قيمة من الحطب. حلو، من غير ما نلمس باليد عقب. ايوه، لا اتركها اتركها. ايوه هديها، لا تجيسها. عندكم بعد دقيقة. عندك وقت، تأنى شوي عشان تقدر توصل. تمام. تركيز. عندكم نص دقيقة. حلو هدوءكم اليوم. باقي من الوقت 10 ثواني. ثلاثة، 2، 1. انتهى وقت الفريق الأحمر. في دقيقة ونص راح تحاولون توصلون أكبر عدد من حطب الكيرم والربابي للصندوق، تمام؟ تمام. واضح؟ واضح. مستعدين؟ مستعدين. يلا مع الصافرة. ايوه. ايش في راسك على صوت؟ طايح. ايوه من غير ما تنزل، تمام. حلو. كلهم برا. باقي لكم، فنان ما شاء الله عليك، باقي لكم دقيقة. أسرع. ما تبتسمون، ما في شيء، كلش وايد سيريس اليوم. باقي نص دقيقة. هاي حركة الراس اللي على بورد زينة. باقي 20 ثانية. 15 ثانية. يلا حرك حرك حرك. 10 ثواني. لا الكيرم مولع الصراحة.
أربعة ثلاثة اثنين واحد. انتهى وقت الفريق الأزرق. عندكم دقيقة ونص إنكم تجمعون أكبر عدد من شنو؟ كيرم. طب الكيرم والربابي. سعدين؟ سعدين. أبيكم شيء وأنتم مبتسمين تشيلونه. لأن الأفرقة الباقي كلها مرش فيهم حزينين مري أو في شيء فوق يزعل. لازم فوكس. لا. ها الفوكس مخليكم ساكتين. إزاي أنا برويكم شلون بيصير الفوكس. جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين. يلا أسرع. أنتوا صار لكم الحين ست ثواني اللي حين واقفين هناك. أيوة. طيحين. الرقصة أنا اللي سويتها. أيوة. أول ثلاث ربابي. يوتر يعني إن أحط فوق راسي وأتحرك لازم ما أطيح وكذي في نفس الوقت أنا ما بأدعمهم. أطهد. إيه لا تيودينها لا تيودينها طالعي فوق طالعي فوق روحي رجعي رجعي أسرع في الرجعة لا تمشون يلا أسرع ما عندكم وايد وقت ترى باقي أنا قد ضحكة وعاد ما روحي أسرع روحي روحي باقي كم باقي 15 ثانية ركزي ركزي لا تضحكين انا اسفه لا تضحكين طالعي فوق ايوه فوق 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 15 ثانيه هد 10 ثواني يلا اخر راوند اخر راوند ثلاثه اثنين واحد انتهى وقت الفريق الاصفر في المركز الأول حل الفريق الأصفر والأزرق بمجموع 12 نقطة وفي المركز الثاني حل الفريق الأحمر بثمان نقاط في التحدي الثاني كان في تعادل بين الفريق الأزرق والأصفر ولكن في مجموع النقاط لأهل طبعاً الفريق إنه هو يفتح الصندوق بهالمفتاح الذهبي الحلو بعد صار في تعادل بين فريق الأحمر والفريق الأصفر صار بينكم تعادل الحكم من؟ الحكم هالربابي اللي داخل الجرة بعطيكم وقت 20 ثانية تخمنون كم ربية داخل اوكي عقب العشرين ثانية بعرف منكم جواب ما عليك منهم الاجرب هو اللي بيحصل مستحيل انتم بتقولون نفس الرقم الاجرب تمام عندكم عشرين ثانية بدأ الوقت فكروا مع بعض قبل لا تعطوني اجابة نهائية ابي احصل منكم رقم عندكم عشر ثواني تقولون لي كم ربية داخل ها 150 يلا خلص الوقت 180 180 ربية 100 100 100 100 100 110 100 او 110 لا لا ما في او رقم محدد قلت هو 180 صح 100 جواب نهائي 100 اقول لكم الجواب الصجي اصدمكم 300 ربوية يعني احنا اقرب يعني انتوا اقرب حياك احد تفضل هذه مفتاح الكنز لقيته وحصلته الحين عندك تو اوبشنز يا انك تكون كريم مع الفريق الاصفر تختار ال1000 دينار وتعطيهم 500 دينار يا تختار الصندوق اللي فيه 1500 لكم ثلاثتكم والقرار عندك
طبعا انت ما تعرف اي واحد ولا انا اعرف. احنا لوننا احمر. ايه ف احنا جميل. وين احمر؟ شنو احمر؟ هني والله. يلا زين افتح البوكس. يلا يلا افتح البوكس. يلا اهلا يمين. يلا بسم الله. 1500 ألف ألف مبروك، تستاهلون. يعني شفتوا اللعبة شلون؟ يعني أداء حلو ساعات، أداء بس في النقاط هي كانت الحكم، وفي النهاية بعد تعادلتوا، لكن في النهاية مبروك عليكم، هارد لك لكم، استمتعنا وايد وياكم، شكرا لكم. في المركز الأول فاز الفريق الأحمر بالبونس وبمجموع نقاط 22 نقطة، والمركز الثاني حل الفريق الأصفر بمجموع 22 نقطة، والمركز الثالث الفريق الأزرق ب 12 نقطة. الفريق الأصفر قدر يقلب النتيجة ويتعادل مع الفريق الأحمر، بس ما عرف يتوقع صح، من كذي راح عليه الكنز. طبعاً صار الحوار، الأخت تقول لي 7 دينار. شلون 7 دينار؟ وايد ربابي وايد، وهذه تقول لي 10 دينار. أقول لهم شيء مستحيل، يعني الجرة تكفي أكثر من 200، يعني مستحيل. طبعاً إحنا في التحديات كامل كنا نفوز بجدارة، في التحدي الأخير بس كان فيه صعوبة شوي، اضطرينا نروح للبونس. البونس يعني الله وفقنا ورحنا وخدينا الرقم يعني الصح الأقرب. فقلت لهم 200 ما قبلوا. وسرعت سرعت وايد وقالت سيدة 100، والسيدة أخذوا الإجابة. أنا كنت مو راضي صراحة على 100. هذا البرنامج صراحة كان يعني تجربة ممتعة جدا، تجربة ما تنسى، يعني تذكرها ودائما تقولها يعني للناس إن أنا شاركت في هالبرنامج، بس شوفني في هالبرنامج. طبعا ابتدينا بجولة جدا بالنسبة كانت لي بسيطة، وإن شاء الله كنا إحنا فايزين فيها، بس يعني ما حالفنا الحظ إن الجولة اللي طافت ما كنا عندنا نقاط فخسرنا في النهاية.